تقدم مدافع الهالتر الحديثة ذاتية الدفع مثل 2S35 كواليتي SV وأرشر OPZH2000، قوة فتك عالية وقدرة على المناورة، وهي العمود الفقري للسلاح المدفعية. تقوم قناة كيروف ريبورتين اليوم بعرض أفضل 10 أنظمة مدفعية ذاتية الدفع بناء على خصائص الأداء مثل القوة النارية والمدع. ولكن قبل أن نفعل ذلك، من فضلكم متابعينا لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، فلنحاول إيصال الفيديو إلى 1000 إعجاب في أقصر مدة ممكنة. وأيضا إن كنت جديدا في القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات، فهذه القناة تقدم محتوى عن الثقافة العسكرية والجيوش العربية. وشكرا جزيلا لكم. رابعا PZH2000، وهو نظام المدفعيون عالي الحركة 155 ملم، طورته شركة KMW للجيش الألماني. القدرة على الدعم كل من المهام التقليدية وغير المتماثلة تجعل من الـ PZH2000 أحد أكثر المدافع الهاوتر فعالية في العالم. تم تسليم أكثر من 330 نظام PZH2000 إلى 4 دول أعضاء في الناتو حتى الآن. تزن مدافع الهاوتر 57 طنا، ويمكن أن تحمل 5 من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى حمولة قتالية من 60 قذيفة و 188 شحنة. يضمن نظام التحميل الأوتوماتيكي بالكامل ونظام الملاحة وكمبيوتر التحكم في الحرائق. اشتباك الأهداف على مدى 56 كيلومترا بمعدل إطلاق النار من 8 إلى 10 جولات في الدقيقة. يدمج PZH2000 نظام معدة الاختبار المدمجة، ويمكن أن يطلق في جولات متعددة في وضع التأثير المتزامن. يبلغ أقصى مدى لنظام المدفعية ذاتية الدفع 420 كيلومترا. والدول العربية التي تشغل هذه المدفعية هي قطر، حيث طلبت 24 في عام 2013، تم تسليم أول 3 في عام 2015. ثالثا نورا B52، هو جيل جديد من مدافع الهاوتر ذاتية الدفع 155 ملم من إنتاج شركة SDPR لتحل محل أنظمة المدفعية القديمة في الخدمة مع الجيش الصربي. تضمن البنية المفتوحة للنظام تكامل الأنظمة الفرعية وفقا لمتطلبات العملاء. تلقى الجيش الصربي أول 12 نظاما من أنظمة نورا بي في عام 2007. كما تم تسليم المدفعية إلى القوات المسلحة لميانمار وكينيا وبنغلاديش. مدافع الهاوتر قادرة على إطلاق جميع ذخيرة النيتو عيار 155 ملم القياسية بمعدل 6 طلقات في الدقيقة. يمكن أن تضرب هدفا في نطاق 42 كيلومترا باستخدام قذيفة واسعة النطاق ذات تجويف كامل. تم تجهيز النورا B52 بمحمل مدفعي آلي. توفر نسخة مدرعة الحماية من النيران الأسلحة الصغيرة وشظايا قذائف المدفعية والألغام. يصل إلى سرعة قصوى تبلغ 80 كيلومترا في الساعة إلى 100 كيلومترا في الساعة. الدول العربية التي تشغل هذه المدفعية هما الجزائر والإمارات العربية المتحدة. ثانيا نظام سيزار، وهو نظام مدفعي ذاتي الدفع فعالة أنتجته شركة نيكستر سيستمز لإطلاق نيران مباشرة ونيران مضادة للبطارية والدفاع الساحلي لدعم الوحدات الآلية والميكانيكية والمدرعة. فهي قادرة على إطلاق جميع ذخيرة النيتو عيار 155 ملم. يتم تشغيل نظام المدفعية سيزار حاليا من قبل جيوش فرنسا والمملكة العربية السعودية وتايلاند وإندونيسيا والمغرب، حيث نجح الجيش الفرنسي في نشر مدافع سيزار في أفغانستان ولبنان. ويبلغ معدل إطلاق النار 6 جولات في الدقيقة، ويمكنه إطلاق ذخيرة ذات تجويف كامل ممتد المدى لمسافة 42 كيلومترا وقذائف صاروخية لمسافة قصوى تزيد عن 50 كيلومترا. توفر كابينة سيزار المدفعية حماية من مستوى 2، بينما تتوفر أيضا كابينة جديدة بمستوى 2 أو 2B من الألغام والحماية من العبوات الناسفة. يتم تثبيت المدفعية على هيكل شاحنة ذات الدفع سداسي، ويمكن نقلها جوا بواسطة الطائرات C-130 في حمولة واحدة. الدول العربية التي تشغل هذه المدفعية هم المغرب والسعودية.
حيث أن المملكة العربية السعودية في عام 2006 أعلنت الشركة عن بيع 76 وحدة بالإضافة إلى خيار 4 وحدات لعميل أجنبي غير محدد. تأكد لاحقا أنه من المملكة العربية السعودية. أصبحت الوحدات الاختيارات الأربعة مبيعة مؤكدة في يناير 2007 مع تجميع أول وحدتين في فرنسا و78 وحدة أخرى في المملكة العربية السعودية. وفي مارس 2010 قبل الحرس الوطني السعودي أول 4 أنظمة من أصل 100 نظاما متوقعا. أما بالنسبة للمغرب ففي بداية عام 2020 وقع المغرب على شراء 36 مدفع سيزار هاوتر ذات دفع سداسي. أول المدفعية كي 9 ثاندر، وهو نظام مدفعي ذات الدفع IR 155 ملم. طورته شركة سامسونج تكوين لتلبية متطلبات الجيش الجمهورية الكورية. يتم إنتاجه أيضا بموجب ترخيص في تركيا باسم تي 155 فيرتينا أو العاصفة. تلقى الجيش الكوري الجنوبي أنظمة كي 9 الأولى في عام 1999، ومن المتوقع أن يدخل أكثر من 1000 نظام بحلول عام 2023. يوفر المدفع IR 155 ملم 52 الذي تم تركيبه في كي 9 قوة نيران كبيرة من خلال إطلاق قذائف بمعدل 6 طلقات في الدقيقة لمدى أقصى يبلغ 41 كيلومتر. يتم استكمال المدافع الهاوتي بمركبة إعادة إمداد الذخيرة الأوتوماتيكية بالكامل RAV من طراز كي 10. يتم تشغيل كي 9 ثاندر بواسطة محرك ديزل كي 500 بثمان أسطوانة مبرد بالمياه يطور 1000 حصان. يضمن نظام الدفع السرعة القصوى تبلغ 67 كم في الساعة، ونطاق تشغيله يبلغ 480 كم. أما المشغلون لهذا المدفع فهي مصر. في أبريل 2017 كانت تجري مفاوضات مع مصر لتصدير مدافع الهاوتر ذات الدفع كي 9 ثاندر. تم إرسال مدفع هاوتر كي 9 إلى مصر في يوليو، وتم إجراء اختبار إطلاق النار في الميدان يقع غرب القاهرة في أغسطس جنبا إلى جنب مع المنافسين الآخرين بما في ذلك الفرنسي سيزار والروسي 2S35 والصيني PLZ45. أثناء الاختبار أصابت كي 9 السفينة المستهدفة التي تقترب من الشاطئ، ونجحت في تنفيذ منع الوصول ضد سفن العدو للبحرية المصرية. متابعينا لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية. وشكرا جزيلا لكم.